لما انت بتسكت ما بتتكلمش بيبتدوا يتمادوا في الغلط ويقعدوا يرددوه ويعملوه كتير، لان مفيش حد بيقولهم انتوا ايه اللي بتعملوه. ورجعنا لكم تاني بقصة جديدة وحكاية جديدة ومثل جديد. عاملين ايه يا جماعة؟ وحشتوني زيكم، يا رب تكونوا كويسين وبخير. وهنبدأ كلامنا بالصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وقبل ما نبدأ الكلام عايزة اقول لكم يا جماعة، يا ريت تنزلوا تعملوا لايك وتعملوا كومنت حلو كده عشان القناة تكبر بيكم. وهنبدأ ونقول على طول نتكلم عن موضوعنا اللي هنتكلم فيه النهاردة. والموضوع هو ان في ناس لما انت بتسكت ما بتتكلمش بيبتدوا يتمادوا في الغلط ويقعدوا يرددوه ويعملوه كتير، لان مفيش حد بيقولهم انتوا ايه اللي بتعملوه. في ناس بتبقى متعمدة بتعمله عن عمد عشان الشهرة، وفي ناس بتبقى شايفة اللي قدامها ما بيقولهاش انت بتعمل ايه وما بيقولش انت غلطان، فبيبتدوا يتمادوا. ومثلنا النهاردة مثلنا هنقوله هو يا فرعون ايه فرعنك، ما لقيتش حد يردني او ما لقيتش حد يلمني او في ناس بتقول حاجات مختلفة. وفي الاخر هو الموضوع كله نفس المثل، بيرجع على نفس الموضوع تاني. وهنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا، مش هنحكي اي قصص، احنا هنتكلم عن حياتنا وعن اللي احنا فيه. وهنتكلم عن شخصية، اكيد مش قادرة اقول شخصية فاضلة ولا قادرة اقول شخص فاضل، لان المفروض ده صحفي كبير، وان هو لما بنتكلم عنه باحترام، لانه مفروض بيقول لنا حاجات تفيدنا، بيعمل لنا حاجات تفيدنا، بينشر لنا حقائق. لكن النهارده الشخصيه اللي معانا العكس تماما. احنا هنتكلم النهارده عن ابراهيم عيسى. ابراهيم عيسى صحفي كبير، واكيد كلنا عارفين، رئيس جريده معروف. لكن للاسف ابراهيم عيسى ما لقاش حد يقول له انت ايه اللي بتعمله، او انت غلطان، او ازاي انت بتعمل ده. ده احنا بنقول بنطلع نعمل شو بتاع، ايه ده اللي بيقوله، ايه ده ملحد، ده في ده شيعي ده، وتفضل الحاجات تتداول عليه لكن ملهوش وقفه. بدا ابراهيم عيسى بالرسول عليه الصلاه والسلام وقال كذب، وقعد يخرف ويقول مفيش حاجه اسمها رحله اسراء ومعراج، وما والرسول العرج للسماء، مفيش الكلام ده. سكتنا وقعدنا نقول ايه ده وايه ده وايه ده، الاذان ده صوته مزعج، والاذان دوت بيبوظ لنا السياحه. سياحه ايه حضرتك؟ مالك؟ انتوا مش بتحبوا الشعراوي؟ مش كلكم بتسمعوا كلامه وبتحبوه؟ طب الشعراوي كان بيقول ان الاذان صوت الميكروفون دوت غوغائيه وملهاش في الدين، وحاجات سياسه كده انا مش عايزه اخش فيها. خلص ده وسكتنا. دخل على سيدنا عمر وراح قال عمر في عصر عمر، انت بتتكلمش على واحد قريبكو، ابن اختك مثلا، لا سيدنا عمر ولا عمر رضي الله عنه ولا اي حاجة. كانوا بيقول عدلت فامنت فنمت. فين الامان اذا كان عمر اتقتل بعديها؟ وفضل برضو دخل في الموضوع وخرف خرف خرف، محدش قال له ايه ده ايه ده. وللاسف انا مش عايزه اخش في مساله اديان، لان كلنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى وهو اله واحد، الله لا اله الا هو، ولكم دينكم ولي ديني. انا ما بتكلمش في اختلاف اديان، احنا كلنا في البلد دي مسيحيين ومسلمين عايشين مع بعض، وفي ناس كتير جيران واصحابه بيحبوا بعض وعايشين عيشه الحمد لله. احنا بنتكلم على انه هو مسلم، فهو اكتر واحد المفروض قاري وفاهم عن دينه كويس، لكن هو للاسف بيسيء لدينه. هو ساب كل القصه، وبعد ما دخل في كل الحاجات دي واتكلم عن زوجات الرسول ودخل في حاجات كتيره جدا، راح خاتمها بالشعراوي. الشيخ متولي الشعراوي اللي كلنا بنحبه وكلنا بنقتدي بيه، وكل عمل مناظرات في بلاد كتير جدا، واحنا كلنا عارفين ان في ناس كتيره جدا اسلمت على ايده، وطلع الراجل متطرف، طلع الراجل بيفتي. قال لك الشعراوي ده بيفتي، اي عيل في الشارع ممكن يفتي، بس هو عنده لباقه شويه في اللغه العربيه، ده على كلامه يعني،
واني زمان اي لما هو كان متقدم في الجامعه اللي متقدم فيها في مصر ولا في الجريد او في غيره او المنصب اللي كان هيمسكه الشعراوي، كانوا محتاجين حد عنده لباقه في الكلام او فصاحه كلام، فخدوه على ان شيخ الشعراوي دوت احنا كلنا ما بنتعلمش منه، ما بيشرح لناش اي حاجه، واحنا اتربينا وكبرنا على كلام الشعراوي، ما حدش قال له انت برضو بتعمل ايه. ما هو طبيعي بقى يتمادى، ما هو بيتفرعن ليه؟ في ناس نسوا الله فانساهم انفسهم، ده من الناس دي، وناس تقول عليه شيعي وناس تقول عليه سني وناس، انا ماليش دعوه بالقصص دي كلها، هو في الاخر مسلم، وفي الاخر اللي بيعمله ده لان ربنا كده خلاه ينسى نفسه عشان الفلوس، شهرة وترندات وشهرة. احنا بقى بتقول احنا نعمل ايه؟ احنا ما بنقفش نعمل حاجة، ما احنا لو قناة زي بتاعته دي اتقفلت وكلنا بطلنا، كل ما نلاقي اي حاجة بكتبها فنمشي ندي مشاهدات ونشوف ونتفرج ونطلع ترندات ونعمل، ما كانش ده يبقى حلنا. فهيفضل يتمادى ويتمادى ويتمادى ويعمل اكتر من كده بكتير، طول ما هو واخد الفلوس نسيته نفسه وترنداته ومشاهداته وغيره. خلصنا دخلنا نخش بقى في واحدة تاني اللي شالة نص مصر، اللي طالعة تقول اي كلام اي كلام. احنا شعب بندي فرص للناس تطلع وتطلع 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 بالهبل. واحدة طالعة جاية من كوكب تقريبا هو مش كوكبنا احنا خالص، من كوكب تاني، عمالة تهبل وتقول حاجات مش مظبوطة، والناس بتديها في مشاهدات وترندات وتطلعها وتوافقها، بس ايه هما بيطلعوا يشتموا فيها، فما يشتموا فيها فتبتدي تاخد نسب ومشاهدات كتير، فهي شايفة انها بتجيب مشاهدات فتزيد تزيد تاني. سابت المحامي دخلت على تقريبا موظف البنك ومش عارف، دخلت انت يا ماما مش من كوكبنا اصلا. الحياة بين الست والراجل بالمعروف وبالكلمة الحلوة، هي مش محتاجة تعمل ده للراجل عشان تعيش كويس، لا، الست طول ما هي شايفة ان جوزها بيحبها وبيحترمها وبيحتويها هتعمل له اي حاجة في الدنيا. الكلمة الحلوة، هي مش محتاجة تغسل له رجليه ودماغه وقفاه وتعمل حاجات كتير من اللي انت بتطلعي تقوليها دي، وياسي فلان وياسي ياسي ياسي بتاعتك ديت بيتجوزي انت وصورينا كده فرجينا انت هتعملي ايه، ولا يمكن تتجوزي من كوكب تاني. وبرضو عمالين احنا ندي في ترندات 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 ومشاهدات مشاهدات بنشتم فيها، اه مش مشكلة، لا احنا نعمل، لما نعمل ما نخشش ابدا نتفرج على حاجة من دي، فمش هتتمادى هي في الهبل اللي بتعمله وتشيل لنا معاها اكتر ما احنا مسؤولين. دي حاجة، احنا شعب بنحب الهيصة الدوشة المهرجانات، زي ما طلعوا بتاع كشر التحرير وعملوا وطلعوا للعالي، تطلع الناس فوق 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 وتنزلها على مصر، لو عايزه تطلع حد وتعليه بتعليه وبعدين ينزل على جدول رقبته. الراجل اللي خده فنانين ونظامه بتاعه وده الراجل يعني فوق ما يستاهل بكتير، يعني هو يعني احنا مش هنقول ايه، لا الراجل لا، ما هو طلعوه في الاخر فيه وعليه ودخلوه، دخلنا في انه كان في مش عارفه محكوم عليه بايه وانه ايه وانه بعدين طلعناه، ده عايز يتصور، ده عايز فلوس، ده الناس ده وحاجات كتير كده، وراح نازل على جدول رقبته. وليه وليه؟ ما احنا في ناس كتير زي بتاع الكشري التحرير ده كتير محتاجه، مش محتاجه الهيصه دي كلها، لو عايز تعمل حاجه يعني مش محتاجه كل الفرح ده وكل القصص اللي بتعملوها في الناس دي. احنا بلد غاويه هيصه غاويه مهرجانات، تاني بقولها لو حابين يطلعوا حد لفوق بيطلعوه، خلونا في الخيبه اللي احنا فيها، زي ما احنا كده سايبين الناس تتفرقع حوالينا وسايبين حياتنا بتبوظ، قد ايه احنا مبقناش قادرين نعيش من كتر ما حياتنا حوالينا ساكتين ما بنفتحش بقنا من اللي بيحصل. يعني ايه ناس فقراء يا جماعه؟ اللحمه تبقى معرفش بكام والفراخ بكام والزيت بكام، واحنا الاول الناس الفقراء كانت بتاكل، عشان دلوقتي الدنيا زادت 3 اضعاف. يعني ايه انا اكون عايزه ده؟ يعني انا والله عايزه اضحك لما ابني يقول لي ايه ده، اوعي تقولي انا شامم ريحه انت بتحمري بطاطس، بقت بالنسبة في البيوت البطاطس بقت الزيت ب 80 جنيه، فتقولي هجيبه اضيعه في معرفش في ايه،
في قلية بطاطس اللحمة. طبعا احنا ما بنتكلمش عليه، طب ما تعملوا مقاطعات للحاجات دي عشان لما الناس ولا لحمة ولا فراخ ولا الحاجات السلع اللي بتغلى دي، سيبك من الفقراء، عشان الفقراء كده كده ما بياكلوش، بياكلوها مرة في الشهر وساعات ما بياكلوهاش. لاما التانيين هتلاقي بقى التجار يقفوا عندهم، لا احنا غاويين نفرعن الناس، نسيبهم قال يا فرعون ايه فرعونك، ما لقيتش حد يردني. ودي حقيقه، ما بيلقوش حد يقف قصادهم، فبيزيدوا بيزيدوا في الجشع، وبيزيدوا بيزيدوا بيزيدوا في اللي احنا فيه، بيزودوا على الناس. الناس خلاص بقت هنا، الناس لا لاقيه تاكل. شويه المكرونه اللي كنت عايز تروح تعملهم لابنك تعشيه بسرعه كده ما يكلفكش 10 جنيه، دلوقتي بيكلفوك 30 40 جنيه عشان تعمل. هتجيب كيلو مكرونه حتى مش الاكياس، الكيس بقى بكام؟ بلاش هنتكلم على ايه ولا ايه ولا ايه. اقفوا، اللي بيقدر يشتري، ما بنتكلمش عن الغلابة، اللي بيقدر يشتري يعمل مقاطعة للسلع اللي بتغلى عشان الناس تقدر. احنا انا جبت لكم كذا نقطة من كذا حاجة احنا عايشين فيها، بس في الاخر احنا بنحب البرو. يعني ايه؟ انا مكسوفة اقولها، احنا الشعب زياط، بنروح في الزيطة، الدولار عالي يلا كلنا اطلعوا يا لا، ونخش بقى ايه في كومنتات وتهريج وهزار وينزلوا. طب ما تحلوها ما دام انتوا بتعرفوا توصلوا كل الحاجات دي، والناس 24 ساعه بقى نخش في تريقه وهزار. في ناس مش قادره على التريقه والهزار لانها مش قادره تعيش. بقينا بنتسب الرسل والانبياء والاديان والدنيا وساكتين ما بنعملش حاجه. بقينا بنخش في هبل، وناس بتاخد مشاهدات ودنيا وبتاخد ترندات وتطلع فوق كده على قفانا، واحنا ساكتين ما بننطقش ما بنقفش ما بنقولش ايه الهبل اللي انت بتقوليه، ايه اللي انت بتقوله، ايه اللي بقينا مش لاقيين ناكل ونشرب وحياتنا. والناس الفقراء وصلت للحضيض، للحضيض حرفيا، مش لاقيين مش لاقيين يعملوا الرغيف بقى قد القرصه عشان تجيبوا بجنيه. الغلابة حتى ما بقتش، وما بقاش في حاجة ياكلوها، الناس بتشتكي. وهنقول في الاخر لنا الله، لنا الله يا جماعة، ما عنديش حاجة تانية اقولها. اللي يقدر يعمل مقاطعة لأي حاجة، اللي يقدر يقف، اللي يقدر يعمل حاجة، كل واحد فينا لو الناس كلها حطت ايديها في ايد بعض احتمال نقدر نغير حاجة، ولنا الله. واقول لكم يا جماعة تصبحوا على خير، يا رب يكون المثل خفيف عليكم. وهنقول تاني مثلنا النهاردة كان هو يا فرعون ايه فرعنك، ما لقيتش حد يردني. تصبحوا على خير يا جماعة، استنوني في مسألة تانية.